جمعية دريم لاند للثقافة والتنمية بترحب بيكم في ندوتنا النهاردة. الندوة النهاردة هيكون ضيفنا دكتور أيمن العزوني. ندوتنا النهاردة عن الحالة النفسية للمصريين في الحالة السياسية الحاضرة، فمهم جدا نعرف كلنا الحالة النفسية بتاعتنا ايه. والكلمة دلوقتي مع السيدة لونا بهجت رئيس الجمعية. أهلا وسهلا بكم جميعا بندوة من ندوات جمعية دريم لاند للثقافة والتنمية. برحب بكم جميعا، والعنوان اليوم ندوتنا عن الشخصية المصرية والحالة السياسية الراهنة. نرحب بالدكتور أيمن عزوني، أهلا وسهلا بحضرتك. نحن اليوم أمام شخصية استثنائية ومميزة. هو باحث للعلم والثقافة منذ صغره، يعشق القراءة والتعمق بأفكار الفلاسفة والتبحر بالدراسة العميقة للتاريخ وتأثيره على أنماط الشعوب، بالإضافة إلى حبه للغوص في النفس البشرية وتعقيداتها، حيث أنه تعمق بأسرار النفس البشرية وكذلك بالتلافيف العقل البشري. بذلك أبدع في البحث الفلسفي والطبي على حد سواء، وهذا ما يجعل اختصاصه نادر ومميز في الطب النفسي. وإذا أضفنا إلى كل ذلك شغفه وعشقه للعلم ولهذا الوطن، فهو مهموم دائما بقضايا الوطن وتعقيداته، باحثا لها عن مخرج وحلول دائم. الأستاذ الدكتور أيمن عزوني حصل على البكالوريوس في الطب من كلية جامعة عين شمس في ديسمبر 1991. حصل على الماجستير الأعصاب والطب النفسي في نفس الجامعة في مايو 1997. حصل على دبلوم ممارسة الطب النفسي وعلاج الإدمان من جامعة لندن في مايو 1998. حصل على الدكتوراه في أمراض المخ والأعصاب من كلية الطب جامعة عين شمس في نوفمبر 1903. حصل على دبلوم ممارسة الطب النفسي وعلاج الإدمان في جامعة لندن في مايو 1998. كذلك هو عضو في الجمعية المصرية للطب النفسي، عضو في الاتحاد العربي للطب النفسي، عضو الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية، عضو الاتحاد العربي للعلوم العصبية. شارك في عديد من المؤتمرات العلمية في مجال العلوم العصبية كمشارك ومتحدث ورئيس جلسة. له العديد من المنشورات في الدوريات العلمية المصرية والأجنبية، وكذلك في مقالات للصحف العربية. مؤسس قسم مخ والأعصاب والطب النفسي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وحاليا يعمل رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسي في كلية الطب في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وله عيادة في مستشفى دريم أيضا. هيدي عائلة مستشفى دريم. اليوم حنتكلم عن الشخصية المصرية. عايزين نفهم أكثر يا دكتور، نفهم ونغوص في أعماق الشخصية المصرية ونبحث بداخلها، من هو المصري ولماذا لم يفهمه أحد حتى الآن؟ عايزين نفهم نفسنا أكثر ونفهم أنماطنا وسلوكنا وتأثير 7000 سنة من الحضارة على حضارتنا. المصري الذي قام بكل هذا الكم من الثورات يتحدى عند الأزمات ويتحد عند الأزمات، يعمل فقط تحت الظروف الصعبة. عايزين نفهم أكثر. حسيب الميكروفون للدكتور أيمن يبتدي شوية يعرفنا عن نفسه. تفضل. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل الحضور الأفاضل، أتقدم بخالص الشكر إلى السيدة الفاضلة لونا الملكي على هذا المنتدى الثقافي
الرائع والذي هو بمثابة عملية إرواء لحياتنا الثقافية التي أصابها الجفاف وأوشكت على الموت البطيء. الحقيقة موضوع الصالونات الثقافية والمنتديات الثقافية والجدل الثقافي في موضوعات تهم عامة الناس في مصر وبقية البلاد العربية أصبحت الآن في مأزق شديد وفي محنة شديدة، لأن هموم الحياة ومشاكل وأعباء ومسؤوليات الأفراد أخذت الكثير والكثير من الطاقات العقلية. فعندما تأتي الأستاذة لونا لتقدم لنا هذا المنتدى المسمى بجمعية دريملاند للثقافة والتنمية، الحقيقة أنا لا أملك إلا أن أحييها تحية خاصة وأتمنى لها التوفيق ومزيدا من النجاح في هذه الخطوات الثقافية الرائعة. كتير. شكرا. ولا أنسى أيضا الجنود المجهولة المصاحبين الأستاذة لونا، على رأسهم أستاذة ميرفت بشارة، أستاذة هالة، دكتور صفوت بي، السادة الأفاضل، كل هؤلاء الناس الحقيقة بيقدموا لنا وجبة ثقافية جميلة أرجو أن يمتد تأثيرها ويشع نورها على القطر المصري كله وتكون مثل يحتزى به في كل الأندية المصرية والمنتديات المصرية. لأنه الحقيقة إحنا يعني مسائل الثقافة الرفيعة والتعامل مع الكتاب والقراءة أصبحت متراجعة كثيرا أمام الثقافة الإلكترونية. والحقيقة أنا سأظل أقول أن الثقافة ستظل هي القراءة، هي الكتاب المقروء وليس الكتاب المرئي عبر الفيسبوك أو الإنترنت، لأنك عندما تبحر في عوالم حقيقية من عالم الروح والنفس والخيال مع الكتاب فأنت في الواقع تعيش تجربة إنسانية فريدة قابلة للتكرار، تستفيد منها وتفيد، تتأثر وتؤثر في الآخرين. وعموما هذا الموضوع اللي احنا بصدده اليوم ان شاء الله، اللي هو الشخصية المصرية ونفسية المواطن المصري والحالة النفسية للمواطن المصري وعلاقتها باللحظة السياسية الراهنة، هو موضوع انا اعتقد انه في غاية الاهمية، وموضوع عايزين نعرف ما هي الاسباب التي اودت بالشخصية المصرية من قمة الهرم الى سفح الجبل، وما هي النتائج، وكيف نخرج من هذه الورطة اللي احنا كلنا بنعاني منها في هذا الوقت الراهن. واترك الميكروفون للاستاذه لونا عشان نبتدي الاسئله. تقدم بالاسئله. ما هي السمات العامه للشخصيه المصريه؟ هل الشخصيه المصريه يميل الى الهدم ام شخصيه بناءه؟ هل المصري يعتمد على الحظ فيحاول تفشيل البناء؟ مؤخرا بقينا نعتبر الناس مياله للكسل بدل ما هي كانت طول عمرها المصريين بنائين ومشهورين انهم بنائين. نحن تغيرنا ليه؟ بقينا كسولين شويه ليه؟ وما الذي ينقصها حتى تكون شخصيه بناءه؟ نحن نبتدي بالسمات العامه للشخصيه المصريه، ايه رايك؟ طبعا هو يعني كل شعب ربنا خلقه عمل له قدر كبير من السمات العامه المتعارف عليها اللي هي بتميزه عن الآخرين. الحقيقة أنا يعني من الناس المهتمين جدا 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 بدراسة الشخصية المصرية، وده الحقيقة مش نوع من العنصرية للشخصية المصرية ولا نوع من التحزب لهذا الوطن وإن كان يستحق، ولكن لأنه عندما تبحر في التاريخ المصري القديم تكتشف أن بالفعل وليس هي نوع من أنواع الشكونية أو نوع من أنواع التعالي على الآخرين، أن فعلا على ضفاف النيل كانت مهد المدنيات الإنسانية، وأنا أصر على كلمة المدنية أكثر منها حضارية، بمعنى أنه على ضفاف النيل نشأت أول حضارة إنسانية في التاريخ، ومن المصريين القدماء أخذ العبرانيون
وهم بني إسرائيل اللي كانوا قاطنين في أرض كنعان وقتها، أخذوا من المصريين القدماء أصول المدنية وأصول الحضارة، ومن العبرانيين أخذت أوروبا بدايات هذه النهضة الحضارية وهذا التمدين الغربي. كل هذه الأمور أعتقد أن الفرد المصري بل الفرد العربي، لأنه أنا مؤمن إيمان عميق أن مصر هي المثل والقدوة لكل المنطقة العربية، فما يقوم في مصر يقوم في غيره من البلاد العربية، وما يسقط في مصر يسقط في غيره من البلاد العربية ولا يقوم أبدا. ولذلك تجد أن الشخصية المصرية القديمة كانت تتسم بالشهامة، بالجدعنة، بالمروءة، بالنظافة. كل هذه الأمور كانت موجودة في المصر القديم، رغم أنه لم يكن متعلما في جامعات أوروبا ولم يدرس في معاهد ولا غيره. كان يتسم بالفصاحة، كان يتسم بالمثابرة، بالجلد. حتى سقطت الأسرة 25 الفرعونية على يد قمبيز ملك الفرس، ومن هنا دخلنا في نفق مظلم في التاريخ تقاذفتنا كل بلاد الدنيا، من الفرس إلى الروم إلى أن دخل العرب مع عمرو بن العاص، ثم تناوبت الدول الأموية والعباسيين والأتراك ثم المماليك وهكذا إلى أن وصلنا إلى التاريخ الحديث. كل هذه المتغيرات تركت بصمتها في الشخصية المصرية. كيف تعاملت الشخصية المصرية مع الغازي أو المحتل؟ الإشكالية الكبرى أن الشخصية المصرية عندما تعاملت مع القادم أو الوافد القادم من وراء البحار كان عليها أن تتعامل بمنطق التغليف، أن يكون له وجها أمام الغازي ووجها آخر في الخفاء. وعندما تقرأ في تاريخ الجبارتي كيف أن المماليك هؤلاء المجلوبين من سوء النخاسة أو ما يسمون الآن بأطفال الشوارع كيف حكموا هذا البلد لجبايته مثل البقرة الحلوب، وأنهم كانوا يفرضون المكوس والضرائب حتى على رؤوس الموتى، كيف كان يتعامل المصري مع الوالي القادم؟ كان يتعامل المصري بصبر، بجلد شديد، بأنه يساير الأحداث ولكن يظل بداخله موقفه الذي لا يتغير. كل هذه المتغيرات التي طرأت على الشخصية المصرية خرجت بصورة نهائية، ألا وهي قدر كبير من الخوف المتوارث وقدر كبير من عدم المواجهة وقدر كبير من السلبية واللامبالاة. إذن كيف يتحول المصري القديم من رجل بناء ومتحضر ومتعلم ومثقف ويصدر علمه للآخرين إلى كائن سلبي وكائن عدواني وكائن يحمل وجهين؟ هي تلك هي المعضلة التي وصلنا إليها الآن. ولكني أقول أن دائما عندما يكون أصل أو معدن الإنسان من معدن النفيس أو جوهر النفيس، فإنك تستطيع أن تزيح عنه كل غبار السنين وكل أتربة القرون ليقوم من جديد وينهض من جديد ماردا عملاقا مثل النار المقدسة التي تلهب الحماس وتؤدي في النهاية إلى المنظومة الكونية المحترمة التي خلقها الله لنكون في صدارة الأمم. أعتقد أنه في التفاصيل الأخرى القادمة سأوضح كثير من النقاط اللي أنا قلتها في الجزئية.